السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ عاملين ايه؟ أنا آسف للانقطاع اللي طال ده بسبب انشغالي الشديد في امتحانات الدبلومة والجزء الأول ماجستير والجزء الثاني والدكتوراه، و يعني غصب عني معلش. هحاول إن شاء الله بإذن الله نكثف عدد المحاضرات شوية، بحيث إن النهاردة نخلص الهيماتولوجي، وبإذن الله إن شاء الله نبدأ المحاضرة الجاية الإندوكراين. نبدأ الإندوكراين وبعدين يبقى ناقص لنا سي ان اس، وباذن الله ان شاء الله كمان ياخد 3 محاضرات. الاندوكراين هتاخد 3 والسي ان اس هياخد 3. بعد كده هيبقى في الانبورن ايرو ميتابوليزم محاضره، والامرجنسي والتوكسينز محاضره ان شاء الله. يعني تقريبا لنا ناقص حوالي 8 محاضرات غير النهارده ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله 8 محاضرات دول ان شاء الله باذن الله يعني يبقى في خلال شهر، ممكن على 10/9 نكون باذن الله خلصنا ان شاء الله باذن الله. احنا المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم في النيفرولوجي، وخدنا المانيفستيشن بتاعت الرينال ديزيزز والدياجنوستيك تيست والايمجنج بتاع الرينال ديزيز، وقلنا ان دي هتستنبه هنحطها في كل الرينال ديسوردر. بعدين دخلنا اتكلمنا على الهيماتوريا، وقلنا اهم سبب اسباب الهيماتوريا في التشايلد هود هو الاكيوت جلوميرولو نيفرايتس، وقلنا ان الاكيوت جلوميرولو نيفرايتس وقلنا ان الاكيوت جلوميرولو نيفرايتس بالذات الستريبتوكوكال البوست ستريبتوكوكال اكيوت جلومينونيفرايتس هو يعني من اشهر اسباب الهيماتوريا، ومن اشهر اسباب الرينال ديسوردر في التشايلد هود. كمان قلنا البروتونوريا، وقلنا ان اهم اسباب البروتونوريا هو النفروتك سندروم، واشهر سبب للنفروتك سندروم هو المينيمال تشينج نفروتك سندروم. بعد كده وقفنا على البوليوريا، وقلنا ان احنا هناخد النهارده البوليوريا والرينال فيلير الاكيوت والكرونيك، او الرينال انجري اللي هو بلاش او يعني بدله كلمه الرينال فيلير بالرينال انجري او الكيدني انجري، وبدل ما نقول اكيوت رينال فيلير بنقول اكيوت كيدني انجري. والهدف من تغيير التسمية عشان ما ننتظرش في الانجري إلى أما يكون في فيلير، لا ناخد أي انجري للكيدني سواء كان أكيوت ولا كرونيك ممكن كان بي دياجنوز وايدنتيفايد قبل ما نوصل للرينال فيلير. وعملنا ريستريكشن لكلمة أكيوت رينال فيلير إنها تكون السيفير أكيوت كيدني انجري، والكرونيك رينال فيلر للسيفير كرونيك كيدني انجري. بعد كده هناخد من اسباب البوليوريا المشهوره في الاطفال هو الدايبيتس انسيبيدس والرينال تيوبولار اسيدس. بعد كده نختم باليورينري تراكت انفكشن، ده مقرر او المفروض اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله. وهنبدا بالبوليوريا. واحنا اتفقنا في المحاضرات السابقه ان اهم حاجه ان احنا نحدد الديفينيشن بتاع الحاجه نفسها. فلما اقول بوليوريا الديفينيشن بتاعها يعني ايه؟ ان الطفل بيجيب بول كتير.
طبعا في امهات كتير بتعتبر ان ابنها بيتبول بول كتير. عشان نقول هذا الكلام لازم يكون عندي دوكمنت. ايه الدوكمنت؟ ان يكون اليورين فوليوم اكتر من 5 لتر في اليوم او اكتر من 400 ملي بير متر سكوير بير دي بال 24 اورز. يبقى عشان اقول ان الطفل ده بريوريك لازم يجيب يورين فوليوم اكتر من 5 لتر في اليوم رافلي كده، او لو هحسبها بالمتر سكوير يجيب اكتر من 400 سنتي بير متر سكوير بير دي. ده بالنسبه ل بالنسبه لل ديفينيشن بتاع البوليوريك. حبينا ناخد بقى حاجه سيمبل شويه، لان تجميع البول في 24 ساعه في الاطفال صعب شويه، فحبينا ناخد حاجه بالاور. فقلنا في النيونيت النورمال يورين اوتبوت من 1 الى 3 سنتي او ملي لكل كيلو بير اور، من 1 ل 3 سنتي او ملي بالكيلو بير اور. وفي الاطفال اللي بعد النيونيت من 3 ل 6 سنتي لكل كيلو بير اور. بمعنى ان لو الطفل جاب اقل من 1 سنتي بير كيلو بير اور نسميه اوليجوريك، ولو جاب أكتر من 5 سنتي بالكيلو بالأور نسميه بوليوريك. يبقى إحنا عندنا تو ديفينيشن للبوليوريك. الديفينيشن الصعب شوية إن عشان ده محتاج إن أجمع البول في الـ 24 ساعة، وده صعب إنه يحصل إلا لو عشان يحصل لازم أركب قسطرة أو أبقى أكيوريت في تجميع البول. وبالتالي عشان أقول إن الطفل ده بوليوريك محتاج ان انا اجمع بول 24 ساعه سواء كان بقسطره او بدقه في الجمع. انه لو لقيت الطفل بيجيب يورين اكتر من 5 لتر بير دي او اكتر من 400 ملي بالمتر سكوير بير دي يبقى ده بوليوريك. عشان صعوبه تطبيق هذا الديفينيشن في ديفينيشن تاني اسهل شويه، اللي هو بيشوف كميه البول بالكيلو بير اور في الساعه. سهله دي، سهل ان انا اجمع بول بتاع واحد ساعه فقط. فلو جمعت بول بتاع واحد ساعه فقط، هو طبعا ما هوش بدقيق بدقه ال 24 ساعه، ولكن اهو اللي ممكن بالنسبه للاطفال. لو لقيت الطفل جاب من 1 الى 3 سنتي لكل كيلو بير اور في النيونيتال ايج يبقى ده نورمال، اقل من 1 سنتي يبقى اوليجوريك، واكثر من 5 سنتي يبقى بوليوريك. في الاطفال الكبار شويه بعد النيونيت لو جاب من 3 الى 6 سنتي اسميه نورمال، لو اقل من 2 سنتي يبقى اوليجوريك، ولو اكثر من 6 سنتي يبقى بوليوريك. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع البوليوريا، وده مهم جدا جدا جدا، لانه أمهات كتير تقول إن ابني بيشرب مية كتير ويتبول مية كتير، ولما نعمل أكيوريت أسسمنت نلاقي الطفل يعني نورمال وإن هو ما عندوش بوليوريا ولا حاجة. إيه هي أسباب البوليوريا الكومن كوز؟ طبعًا إحنا عندنا في الشتاء بنتبول كتير، لأنه مفيش سويتنج، مفيش إيفابوريشن، مفيش هوت ويذر، مفيش انسنسبل ووتر لوس كبير، وبالتالي هيبقى اخراج الميه مركز على الكليتين على اليورين. عشان كده في الشتاء بنلاقي نفسنا بنروح الحمام كتير، فده كومن كوز ولكنه ما هوش اكشوال بوليوري. خلينا بقى في الاكشوال بوليوري. طبعا نمبر 1 الدايبيتس، الاثنين دايابيتس ميليتس والدايابيتس انسايبيتس. يبقى عندنا سببين مهمين جدا جدا جدا. اول اسباب الفيري كومن هو الدايابيتس ميليتس والدايابيتس انسايبيتس. طيب بعد كده عندي الرينال انجري اللي هو الرينال فيلير، الكرونيك رينال فيلير يبقى بوليوريك، والاكيوت رينال فيلر في الدايوريتيك فيز، لان الاكيوت رينال فيلر بيبقى فيه اوليجوريك فيز ودايوريتيك فيز. الدايوريتيك فيز يبقى
اول حاجه 2 دايابيتس، وتاني حاجه 2 كدني. 2 دايابيتس اللي هو دايابيتس ميليتس ودايابيتس انسيبيتس، و2 كدني اللي هو الاكيوت رينال فيلر دايوريتك ستيج والكرونيك رينال فيلر. بعد كده عندنا السايكوجينيك بولي يوريا، سايكوجينيك بولي يوريا ده سبب فيري امبورتنت ورقم 5. يبقى خلينا نرتب الاسباب، الكومن از كومن، اشهر سبب هو الدايبيتس ميليتس، بعده الدايبيتس انسيبيتس، ادي 2 دايبيتس، بعدين 2 كيدني كوز، هيبقى نمبر 1 الكرونيك رينال فيلير، نمبر 2 الدايوريتك ستيج من الاكيوت رينال فيلير. طيب 5 بقى هيبقى السايكوجينيك، 5 هيبقى السايكوجينيك بولي ديبسيا، السايكوجينيك بولي ديبسيا. السايكوجينيك بولي ديبسيا. بعد كده عندنا الرينال تيوبلر اسيدوزس واليورين تراكت انفكشن. يبقى احنا قلنا التو كيدني كوزز اللي هم الكرونيك رينال فيلر والاكيوت رينال فيلر دايوريتيك ستيج، ومعاهم كمان سببين تاني ريليتد للكيدني بس للتيوبول اللي هو الرينال تيوبلر اسيدوزس، وبعدين اليورين سيستم كله اللي هو يورينري تراكت انفكشن، سواء كان في الكيدني او في اليوريتر او في اليورينري بلادر او في اليوريسترا، كل ده يعمل بوليور. يبقى اذا عندي في الاسباب المهمه 2 دايابيتس ميليتس وانسيبيتس، و4 اسباب كيدني، الكرونيك رينال فيلير والاكيوت رينال فيلير دايوريتيك ستيج والرينال تيوبلر اسيدوزس واليورينري تراكت انفكشن، وعندي سايكوجينيك بوليوري. بعد كده عندي تو الكترولايتس، الهايبر كالسيميا، عندي الهايبر كالسيميا والهايبوكاليميا، عندي الهايبر كالسيميا والهايبوكاليميا، واخر سبب اليوز اوف دايوريتكس. دولت اسباب البوليوريا، مهم جدا انك تفتكرها لما facing a case of bulure. هناخد من الاسباب، هناخد الرينال فيلير او اللي بنسميه الكيدني انجري، بدل كلمه رينال فيلير الاسم الجديد الكيدني انجري، وبدل اكيوت رينال فيلير هيبقى اكيوت كيدني انجري. وانا قلت السبب ليه احنا غيرنا الاسم من اكيوت رينال فيلير الى اكيوت كيدني انجري، عشان early detection of minor kidney damage، مش هنستنى لغاية لما يحصل failure. يعني ايه acute kidney injury؟ يعني definition بتاعها sudden reduction of renal function to the point where body fluid والelectrolyte والacid base hemostasis can't be maintained. مهمة او definition، يعني ايه امتى اقول ان الطفل ده بيعاني من اكيوت كيدني انجري؟ لازم ان يكون الانسيت بتاعها اكيوت. نمره 2 ان يحصل سادن ريدكشن في الكيدني فانكشن، يعني يحصل ديتيريوريشن في الالكترولايت بالانس وفي البودي فلويد وفي الاسيد بيس بالانس. يعني عندي ثلاث حاجات مهمه في كنا بنتكلم عليهم المحاضره اللي فاتت في الرينال فانكشن، انها ووتر ستيزس والالكترولايت ستيزس واسيد بيز ستيزس، هي بتعمل الثلاثه دول. فلما يحصل ديستربنس في الفانكشن فهيبقى البودي فلويد يحصل فيها ديستربنس والالكترولايت يحصل فيها ديستربنس والاسيد بيز يحصل فيه ديستربنس. فالبودي فلويد ممكن تبقى مينتيند تفضل موجوده جوه الجسم فيحصل إديمة، والالكترولايت يحصل هايبو ناتريميا ويحصل هايبركاليميا ويحصل هايبوكالسيميا، والاسيد بيز يحصل اسيدوز. يبقى اذا لو عملت او لقيت طفل جاي باكيوت ريدكشن اوف رينال فانكشن ان ذا فورم اوف ديستربنس في البودي فلويد في ايديميتس والالكترولايت في هايبوكالسيميا وهايبوناتريميا وهايبركاليميا،
ومعاه اي بي جي في اسيدوزس اول ميتابوليك اسيدوزس، اول حاجه هحطها هحط الاكيوت كيدني انجري. في الغالب الايرلي ستيج بتاع الاكيوت كيدني انجري يبقى معاه اوليجوريا، يبقى معاه اوليجوريا. واحنا قلنا كلمه اوليجوريا يعني ايه؟ احنا قلنا البوليوريا يعني اكتر من 400 سنتي بالمتر سكوير بير دي، يبقى الاوليجوريا اقل من 400 سنتي بالمتر سكوير بير دي. وقلنا النورمال من 1 الى 3 الى 5، لو اقل من 1 سنتي لكل كيلو بالاور يبقى ده اوليجوريا. طب يعني ايه انيوريا؟ انيوريا يعني اليورين فوليوم اقل من 30 سنتي بالمتر سكوير بير دي، او اقل من 2/10 من السنتي لكل كيلو بالاور. الديفينيشن ده مهم، مهم جدا جدا جدا. يعني عرفنا يعني ايه بوليوريا، ويعني ايه اوليجوريا، ويعني ايه كلمه انيوريا. These definitions are very important. وده احنا ليه سميناه acute kidney injury بدل ما نقول acute renal failure؟ اسباب. الحقيقه لما يكون طفل جاي بأكيوت كيدني انجري عندي ثلاث كاتيجورايزيشن او ثلاث جروبس اوف كوز. اما ان يكون السبب ما قبل الكلى اللي هو بري رينال سيركيولاتري يعني، او يكون كيدني انجري انترستيشال رينال كوز، او يكون ما بعد الكلى اللي هو بوست رينال. يبقى اذا اسباب الأكيوت كيدني انجري يا بري رينال يا رينال يا بوست رينال. بريرينال هيبقى معتمد على السيركولاتري فوليوم، فلما يحصل هايبوفوليميا لأي سبب مثلا ديهيدريشن أو بيرن أو هيموش أو هايبوتنشن، كل دي أسباب تؤدي إلى أكيوت كيدني إنجري لو ما تلحقتش، أو هارت فيلير، كل دي تؤدي إلى أكيوت كيدني إنجري لو ما تلحقتش. ده اللي هو البريرينال. الرينال كوز هيبقى إما إن هو في الجلوميرولاي، أو إن يكون في التيوبيول. لو كان في الجلوميرولاي هيبقى البوست سيبتكوكال جلوميرولونيفرايتس، اللي هو أو إن يكون نيفرايتس ديو تو سيستميك ديزيز زي سيستميك لوبس إريثيماتوس، أو إن يكون في التيوبيول زي الأكيوت انترستيشيال نيفرايتس، زي الأكيوت انترستيشيال نيفرايتس، أو إن يكون في البلاد فيزل بتاعت الكيدني الرينال فين أو الرينال أرتري. فلو في رينال فين ثرومبوزس أو في فاسكولايتس أو هيموليتيك يوروميك سندروم هتؤدي إلى أكيوت كيدني إنجري. يبقى إذن تاني الرينال كوزس إما أنها تكون في الجلوميرولاي أو في التيبيول أو في البلاد فيزل. في الجلوميرولاي هتبقى الأكيوت جلوميرولونيفرايتس سواء كان بوست سيبتوكوكال أو ديوتو سيستميك لوبس إريثيماتوس. التيبيول يبقى الانترستيشيال نيفرايتس، تيوبلو انترستيشيال نيفرايتس. البلاد فيزل هتبقى رينال فين ثرومبوزس والهيموليتيك يوروميك سندروم والفاسكولايتس. ده بالنسبة للكيدني. طبعا الهيبوكسيا تعمل تيوبلر دامج، هيبوكسيك سكيميك انجر. ده بالنسبة للرينال. يبقى البريرينال سيركولاتري، الرينال هيبقى في الرينال تيشو نفسها سواء كان أو الكيدني تيشو نفسها سواء كان في النيفرون تبقى جلوميرولونيفرايتس أو في التيو أو في البلاد فيزلز. البوست رينال هيبقى غالبا أوبستراكشن، فلو في بوستيريور يوريثرال فالف، لو في بوستيريور يوريثرال فالف هيعمل لنا أوبستراكشن ويعمل لنا كيدني إنجر، أو ستون أو تيومر. تاني يبقى الأكيوت كيدني إنجري يا بري رينال تبقى سيركولاتري، يا رينال هتبقى نيفرن أو بلاد فيزز أو تيبيول، أو بوست رينال أنومالي أو أكوايرد زي الستون أو تيومر. ده بالنسبة لأسباب الأكيوت كيدني إنجري. وده رسم جميل عشان تفتكر لما يجي لك في الامتحان ايه يا ابني الكوزس اوف اكيوت كيدني انجري، تفتكر الرسمه دي بري رينال ورينال وبوست رينال. وبرضو عملت جدول البري رينال كوزس والرينال كوزس واسبابها والبوست رينال
كوزز. كل ده محاولة عشان الأسباب بتاعت الأكيوت كيدني إنجري مهمة جدا جدا جدا. العيان هيجي بإيه؟ هيعتمد على حسب السبب. لو كان بري رينال هيجي بديهيدريشن وأوليجوري وهايبوتنشن. لو كان رينال هيجي ميلي بهايبرتنشن وهايبر فوليميا وإديما ومعاه أوليجوريا في الأكيوت ستيج، ويمكن يكون في بالباب الرينال ماس لو كان في رينال فين ثرومبوس او اوستراكشن. يبقى اذا في البري رينال هيجي بالبيكشر بتاعت الاندرلاين كوز، يعني هيجي بهايبرتنشن واولوجوريا وديهيدريشن. لو كان رينال برضه هيجي بناء على السبب، فالاكيوت بوست جلومينيفرايتس هيجي بهايبرتنشن وبيري اوربيتال إديما ويمكن إديما في اللور ليمب. ولو كان تيوبلر او فاسكولر يبقى في رينال ماس، بلبب الرينال ماس في حالات الرينال فينس ثرومبوس. ده بالنسبه للرينال كلينيكال رينال كوز كلينيكال مانيفيستيشن. البوست رينال هتبقى الرينال بالاضافه الى الايفيدنس اوف اوبستراكشن. ده بالنسبه للكلينيكال بيكشر. وعشان برضو اسهل عليكم الكلينيكال مانيفيستيشن بتاعه البوليوريا بتاعه الاكيوت كيدني انجري، حطيت رسمه وقلت كل حاجه هتعمل لنا ايه مانيفيستيشن. فالفلويد ريتينشن العيان هيجي بإديما وويت جين وهايبرتنشن، والفلويد ريتينشن لو كان اكتر من كفاءه القلب يحصل هارت فيلر ويمكن يدخل في بلمونر إديما. طبعا فيلر تو ريموف الاسيد ويست هتعمل ميتابوليك اسيدوز، ودي هيبقى العيان شكله ايه؟ جاي بالكوزمون ريسبيريشن اللي هي رابيد ديب بريثنج. البوتاسيوم لما يقعد يحصل هايبركاليميا، والهايبركاليميا تعمل كارديك اريزم. اليوريا والكرياتينين طبعا هيعلو يوم يعمل هايبر اسمولاريتي اند برين اديما، ويدخل العيان في يوريميك انكفالوبسي ويمكن يدخل في كوما. يبقى اذا الكلينيكال مانيفيستيشن الباثوجينيز بتاعها بيفهمك ليه موجود، ليه العيان يبقى ايديماتس وليه يبقى هايبرتنشن وليه يبقى عنده ميتابوليك اسيدوز وليه ممكن يكون عنده تاكيكارديا اب تو اريزميا وليه ممكن يبقى عنده ليثارجي او كوما. كل دي بيشرحها الباثوجينيس بتاعه المانيفيستيشن. حقيقه ده يخليك ما تحفظش، تفهم بس ليه دي الاعراض دي موجوده في حالات الاكيوت كيدني انجري. الحقيقه في according لل GFR اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت، و او according لليورين اوتبوت. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما يحصل مايلد امبيرمنت والكرياتينين يكون عالي بنسبة بسيطة، فبنعتبر ان في هنا ريسك فاكتور للكيدني انجري. لو زاد بقى انجري، زاد اكتر بقى فيلير، بقى فيلير، زاد اكتر بقى اند ستيج رينال ديزيز. هي الانفستيجيشن انا كنت قلت قبل في المحاضره اللي فاتت ان في اي عيان عنده رينال بروبلم في تيبيكال او استامبه من اللاب اللي لازم تتعمل. اول حاجه الكرياتينين والبلاد يوري، احنا نعمل سيرم كرياتينين والبلاد يوري كميجر، وبعدين نعمل الكترولايتس اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت، وبعدين نعمل اي بي جي. دولت يعني استامبل. دلوقتي بقينا نستعمل سنسيتيف ميجر بالاضافه الى دول، حاجه اسمها يوريا كرياتينين ريشيو ان يورين، يوريا كرياتينين ريشيو البوم كرياتينين ريشيو ان يورين.
الالبومين احنا عارفين ان بدايات الرينال دامج يحصل مايكرو البومينوريا، الالبومين لوز في اليورين ويحصل مايكرو البومينوريا. لما يحصل مايكرو البومينوريا مع كرياتينين اكسكريشن، نجيب النسبه بتاعه الالبومين الى الكرياتينين ونشوفها كام. كل ما النسبه دي تعلى كل ما معناه ان في مور سيفير كيدني انجري. والحقيقه اليوريا الالبومين كرياتينين ريشيو بيعتبر سنسيتيف انديكيتور اوف كيدني انجري، بالاضافه الى الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت، وده بيتحسب من زي ما انتم فاكرين الكرياتينين مضروب في النص في على الهايت بتاعة العيان بالمتر سكوير. بالنسبة لللاب مهم جدا، وكمان الالترا ساوند مهم جدا. يعني عايز اقول ان الابدومينال الالترا ساوند والكيدني الالترا ساوند مهم جدا 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 تو دايجنوز الستيج بتاع الكيدني انجري، وتو دايجنوز لو كان في اي ايفيدنس اوف اوبستراكشن. دي حاجه اسمها يورينري انديسيس، ودي حاجه تخليك لو يو ار فيسينج ا كيس اوف اكيوت كيدني انجري تقول السبب هنا بري رينال ولا رينال، لان طبعا اكيد السبب العلاج هيبقى مختلف. بالاضافه يعني بعد ما تعمل سبورتيف تريتمنت يو هاف تو تريت ذا كوز، لو كان بري رينال له علاج، لو كان رينال له علاج اخر. ازاي تعرف ان سبب الاكيوت كيدني انجري هنا بري رينال كوز؟ واحد، انك تلاقي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين اكتر من 1020، بينما في الرينال كوز تلاقي السبيسيفيك جرافيتي اقل من 1010. نمره 2، اليورين اوزمولاريتي تبقى اكتر من 500 ملي اوزمول بالكيلو. في حالات الانترنسك اليورين اوزمولاريتي اقل من 350 ملي اوزمول بالكيلو. 3، اليورين صوديوم هتلاقيه قليل في البريرينال، هتلاقيه قليل اقل من 20 ملي اكويفالنت بير لتر، بينما في الانترنسك هيبقى اكتر من 20 ملي اكويفالنت بير لتر. وكمان الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم هيبقى اقل من 1% في البريرينال، في الرينال هيبقى اكتر من 1%. اعتقد عندنا 4 بارامتر can be used to differentiate ما بين البري رينال كوز والانترنسك او الرينال كوز، لان الاوبستراكشن اعتقد سهل التشخيص، انما الصعب التشخيص هو التفرقه ما بين البري رينال وما بين الرينال انجري. اعتقد الفور بارامتر دولت او الفور يورينري انديسز اعتقد ان هم ممكن يدونا هنت على سبب الكيدني الاكيوت كيدني انجري. طبعا لا يمنع ان تبقى حاله فيها البري رينال والانترنسك، يعني ممكن يبقى فيه كومبايند، انما خلينا نقول لو كان بري رينال يبقى ايه، لو كان انترنسك يبقى ايه. ده برضو اللي انا قلته، بس حطيته في جدول عشان يسهل لك الحفظ بسهوله. دلوقتي يعني انت جات لك حاله اكوت كيدني انجري وشخصتها. طبعا لما تجيب حاله اكوت كيدني انجري مش مطلوب قوي انك انت تدور على الاندرلاينج ايتيولوجي في الاول، في اول ساعه ولا اول ساعتين هندور، ولكن لازم تعمل اهم حاجه السبورتيف تريتمنت. فلو كان الطفل هاي بوتنشال او ديهيدريشن لازم على طول كوركت الهايبوفوليميا او الهايبوتنشن او ديهيدريشن بايزوتينيك سالاين، ولو كان انيميك ممكن تدي بلاد ترانسفيوجن، وكوركت على طول السيتويشن عشان الديهيدريشن والهايبوفوليميا يزود او وورس الكيدني انجري.
نمرة اتنين، وده مهم جدا، انك لو كان في اي evidence of infection حتى بالacute phase reactant CRP ولا ESR ولا urine analysis rapid ومطلع لك بس cells، ممكن قبل ما تعمل culture تد start powerful antibiotic لغاية لما يطلع لك الكالتشر، وبعد كده تنقل على الكالتشر and sensitivity antibiotic اللي طالع في الكالتشر. ثلاثة بقى، لو كان العيان قبل ما يجي لك بياخد نيفروتوكسيك دراجز خصوصا النون سترويدال انتي انفلاماتري، you have to stop immediately. You have to stop immediately. يبقى السبورتيف تريتمنت number one correct the hypovolemia or dehydration, number two treat the infection, number three treat the nephrotoxic drugs. Nutrition طبعا مهم جدا. You have to give sufficient calorie to prevent the catabolism. لأنه كل ما تبقى كل ما يبقى فيه more dehydration أو more starvation، كل ما الالكترولايتس يحصل منها more disturbance والميتابوليك ستيت worse أكتر، وبالتالي to stop this circle you have to give sufficient calorie وsufficient أيضا بروتين، يعني مش calorie بس، لا لازم you have to give sufficient protein and sufficient calorie intake. وتاخد بالك ان العيانين بتاع الاكوت انجري بيبقى عندهم هايبر كاليميا وهايبر فوسفاتيميا، فتحاول تدي دايت يكون لو في البوتاسيوم ولو في الفوسفورس. يعني لو في الفوسفورس يعني الاسماك مثلا بتبقى غنيه بالفوسفور، فما تدروش كل يوم سمك ولا مره كل اسبوع ولا كل اسبوعين، او تمنعه خالص. وفي الأكل نفسه تحاول تستبعد أي أكل فيه فوسفور قد ما تقدر، وتديله حتى لو كان لو فوسفور. الحقيقة من ضمن الحاجات الكويسة قوي عشان تمنع الأبزورفر بتاع الفوسفور إنك تدي في وسط الوجبة كالسيوم، إنك تدي في وسط الوجبة كالسيوم يقوم يعمل فوسفور كليتينج إيجنت، يشيل الفوسفور من الوجبة في وسط الأكل. زي ما قلت في الأكيوت كيدنيجي don't prevent intake of protein، مهم جدا لازم تديله الديلي requirement of protein اللي هي في حدود 2 جرام لكل كيلو جرام per day. بنواجه الحقيقة بالهايبركاليميا، وإحنا اتفقنا إنها ممكن تؤدي إلى cardiac arrhythmia، فبنعالجها بإيه؟ بنعالجها بكالسيوم جلوكونيت IV، صوديوم بيكارب هيصلح الأسيدوز ويصلح الهايبر كاليميا، ممكن تدي جلوكوز مع الإنسولين. وده مور ديتيل إزاي نصلح الهايبر كاليميا، مش مطلوب منك بس الثلاث أساسية الثلاث خطوات الأساسيين اللي هو عشان تصلحها الهايبر كاليميا، تدي كالسيوم جلوكونيت وتدي صوديوم بيكارب وتدي جلوكوز مع الإنسولين، كفاية أوي. وزي ما اتفقنا الهايبر فوسفاتيميا مهمة، لو كانت موجودة يبقى أنت محتاج تدي الكالسيوم سواء كالسيوم كربونيت أو كالسيوم تابلت في وسط الوجبة. لو في هايبوكالسيميا لازم تدي كالسيوم هايبوكالسيميا، لو كانت سيفير هتدي آي في، لو مايلد أو مودريت ديكريس في السيرم كالسيوم ممكن ما يحتاجش آي في وتدي كالسيوم أورال. هايبوناتريميا لأنها بتبقى ميلي دايليوشن الهايبوناتريم بتعمل فلويد ريستريكشن، طبعا لو في ميتابوليك اسيدوز هتصلحها بالسوديوم بيكارب، ولو في هايبرتنشن تدي انتي هايبرتنسيف، وفي الغالب الانتي هايبرتنسيف دراجز زي الكابوتين او الكابوزايد لو احنا محتاجين دايوريتيك، دولت اشهر ادويه بتستعمل في الاكيوت كيدني انجري. هل العيان بتاع الأكيوت كيدني إنجري need for dialysis or not؟ إمتى العيان بتاع الأكيوت كيدني إنجري تقول إحنا محتاجين dialysis أو كان بيروتونيل أو هيموداليس؟ إمتى تعمل هذا الكلام؟ نعمل هذا الكلام في حالة إن واحد إن العيان يكون عنده أنيوريا، عشان كده قلت الديفينيشن بتاع الأنيوريا مهم جدا، لو أقل من 2/10 من السنتي لكل كيلو بير أور أو أقل من 400 ملي بالمتر سكوير بير دي، أقل من 30 أقل من 30
سنتي بير متر سكوير بير داي اللي هو الانيوريا. لو العيان عنده اليورين اوتبوت اقل من 2.1 من السنتي بير كيلو بير اور او اقل من 30 سنتي بير متر سكوير بير داي، ده انيوريك واند ان نيد فور immediate dialysis. او لو كان اوليجوريك اللي اتفقنا على الديفينيشن بتاعها قبل كده، اقل من 400 سنتي بير متر سكوير بير داي او اقل من 1 سنتي بير كيلو بير اور، دي الاوليجوريا ومعاه فوليوم اوفرلود. يعني ايه فوليوم اوفرلود؟ معاه هارت فيلير او معاه بالمونر اديم، نيد اوردو فور دياليسيس. او عنده بليتلت ديسفانكشن سيفير داز نوت كوركتد باي بليتلت ترانسفيوجن، يبقى محتاجين دياليسيس. او الريت اوف انكريزنج في الرينال فانكشن في الكرياتينين واليوريا فيري رابيد، يبقى دياليسيس. العيان جاي لي بانكيفالوباسي، يوريميك انكيفالوباسي، يبقى دياليسيس. عندي بريزيستنت هايبركاليميا unresponsive للميديكال تريتمنت والسيرم بوتاسيوم اكتر من 7 ملي اكوفلنت بير لتر، يبقى دياليسيس. عنده ميتابوليك اسيدوزيس يو تراي تو كوركت اند داز نوت كوركتد، يبقى دياليسيس. عنده سيفير هايبوناتريميا اقل من 120 ملي اكوفلنت بير لتر وممكن يدخل في كونفالجن، يبقى دياليسيس. عنده كونجستيف هارت فيلير وانتراكتبل هايبرتنشن، يبقى دياليسيس. يبقى اذا الامبليكيشن اوف دياليسيس في الاكيوت كيدني انجري ار فيري كلير اند يو هاف تو تيك كير من احتياج العيان للدياليسيس. والايرلي دياليسيس از يوجوال اسوشيتد وذ جود بروجنوز، لانك انت تراي تو كيب الكيدني تيشو اللي موجود. هل الاكيوت كيدني انجري محتاج سيرجيك انترفنشن؟ ايوه طبعا، لو كان في اوبستراكشن او كان في ستون او كان في يوريثرال فالف يبقى اذا محتاج سيرجيكال انترفنشن. الموست كومن كومبليكيشن ان الاكيوت كيدني انجري يقلب لكرونيك كيدني انجري، ده كومن كومبليكيشن. الحاجه الثانيه ان الالكترولايت امبالانس اللي احنا اتفقنا عليها كان ليد تو ديس، خصوصا الهايبركاليميا والكارديك اريزميا ممكن تؤدي الى سادن ديس. يبقى ده الاكيوت كيدني انجري. في حد له اي سؤال بالنسبه للاكيوت كيدني انجري؟ ما فيش. طيب كان المقدمه، كان البوليوريا، واتكلمنا عن اسباب البوليوريا الديفينيشن بتاعها واسبابها، واتكلمنا عن الاكيوت كيدني انجري، وهنتكلم دلوقتي على الكرونيك كيدني انجري. يعني ايه كرونيك كيدني انجري؟ الديفينيشن كومبلكس كلينيكال biochemical and metabolic disturbances result from permanent reduction of glomerular filtration rate below 20 milliliter per meter square per minute. مهم جدا الديفينيشن ده، ان الجي اف ار اللي هو الجلومرال فلتريشن ريت يكون اقل من 20 ملي بير متر سكوير بير مينت، يبقى في كرونيك كيدني انجري. النورمال جلوم فلتريشن ريت من 70 الى 100 ملي بالمتر سكوير بير مينت في التشايلد هود. ده الديفينيشن الاولاني. في ديفينيشن تاني كويس بيقول progressive and usually irreversible reduction of renal function. الكرونيك كيدني انجري progressive and usually irreversible reduction of renal function. السيمبتوم usually develop لما 60 الى 80% من الرينال فانكشن is lost. الجلوم فلتريشن ريت قلت بنعمل له استيميشن بمعادله اسمها شورتز فورمولا. الجلوم فلتريشن بيساوي نص في الهايت ان سنتيمتر
مقسومه على السيرم كرياتينين. الشورتس فورمولا للجروم فلتريشن ريت بتساوي نص مضروب في الهايت في السنتي على السيرم كرياتينين. نص في الهايت ان سنتيمتر، يعني نص لو كان طوله 100 يبقى نص في 100 يبقى 50، على السيرم كرياتينين لو كان 3 يبقى 50 على 3 هتقول مثلا 17. يبقى الجروم فلتريشن ريت بتاع الطفل ده 17 مللي بير متر سكوير بير مينت. يبقى زي ما اتفقنا ان النورمال جروم فلتريشن ريت من 70 الى 100 مللي بير متر سكوير بير مينت. ده بالنسبه لل هاو تو كالكوليت الاستيميت، عشان كده بنسميه استيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت، نص في الهايت في السنتي على الكرياتينين، نص في الهايت ان سنتي على الكرياتينين. وده الستيج بتاعت الرينال ديزيز، الاند ستيج رينال ديزيز، ستيج 1 و2 و3 و4 و5، معتمد على الجلومر فلتريشن ريت. لو الجلومر فلتريشن ريت اكتر من 90 ده نورمال، 90 الى اكتر من 90 ده نورمال جلومر فلتريشن ريت، ممكن يكون في مايلد كيدني دامج. لو من 60 ل 90 يبقى مايلد، من 30 ل 60 يبقى مودريت، اقل من ال 30 يبقى سيفير، اقل من 15 يبقى كيدني فيلر اند نيد فور دايليسيس. طبعا في عندنا كونجنيتال رينال انوماليز زي البايلاترال رينال ديسبليزيا او بايلاترال فيزايكو يوريتريك ريفلكس او كونجنيتال اوبستراكتيف يوروباسي او كونجنيتال نيفروس. ده بالنسبه للكونجنيتال رينال انوماليز. ممكن يبقى عندنا كرونيك جلوميرولر ديزيز، واخر حاجه الرينال انفكشن. يبقى اسباب الكرونيك كيدني انجري يا اما كونجنيتال رينال انوماليز، ديت لازم تبقى بايلاترال، لازم تبقى بايلاترال في الغالب يعني، او كرونيك جلوميرولر ديزيز، ودي في الغالب تبقى سيفير او رابيدلي بروجريسيف زي الممبرين بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس والسيستميك لوبس اسرماتوزس نيفرايتس والرابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، او كرونيك رينال انفكشن زي كرونيك بايلونيفرايتس وكرونيك انترستيشن نيفرايتس. دي اسباب الكرونيك كيدني انجري. المانيفستيشن هتختلف كتير عن الاكيوت كيدني انجري. هيبقى فيها هايبرتنشن، نعم. يبقى فيها بوليوريا، نعم. يبقى فيها يوريميك مانيفستيشن، نعم. انوريكسيا وماليز ودراوزنس، ممكن ندخل في كوما، وممكن يبقى فيه كارديوميوباثي وبريكاردايتس. ممكن بقى هنا يبقى ميل بوليوريك، وطبعا مع البوليوريا هيبقى فيه بوليديبسي. لانها بقى كرونيك مش اكيوت، هيبقى فيه كرونيك مانيفستيشن زي الرينال فيلير وزي الرينال اوستيودستروفي وزي الهايبرتنشن، بس هيبقى واخد ايه، واخد الكرونيك باترن مش الاكيوت باترن. فيبقى المانيفستيشن بتاعه الكرونيك كيدني انجري قريبه من الاكيوت كيدني انجري، بالاضافه الى الكرونيك مانيفستيشن زي الجروس فيلير والرينال اوستيودستروفي والكرونيك انيميا، اللي هي بتبقى غالبا نورمسيتك نورموكروميك انيميا. سببها ان الكيدني ما بقتش تطلع الاريثروبويتين اللي هو بيعمل ستيميليشن بون مارو تو بريديوس الار بي سي، بالاضافه الى اليوروميك مانيفستيشن. بقى بدل ما كانت اكيوت في الاكيوت كيدني انجري، هتبقى هنا فيها الكرونيستي باترن، يعني يبقى انوريكسيا، ماليز، فوميتنج، هيكف، ودراوزنس، وممكن يبقى كوم. الانفستيجيشن هي سيم انفستيجيشن اوف اكيوت رينال فيلير بالاضافه او اكيوت كيدني انجري بالاضافه الى ديكيز الجلوميرولر فلتريشن ريت او الاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت. التريتمنت برضه سبورتيف برضه، وبرضه هيموداياليسيز its indication the same indication قبل كده، بالاضافه الى انك تفكر بقى في الرينال ترانسبلانتيشن، خصوصا لو كان الطفل اكتر من 5 سنوات وعنده
end stage renal failure، يعني عنده الجلومر استيميتد جلومر فلتريشن ريت اقل من 30 اللي هو في الاند ستيج رينال فيلير. ده الاكيوت كيدني انجري وال والكرونيك كيدني انجري. و زي ما قلت الدياليسيس، في نوعين من الدياليسيس، في هيمو دياليسيس وفي بروتينيال دياليسيس. طبعا البروتينيال دياليسيس بنستعمله اكتر للامرجنسي، والهيمو دياليسيس بنستعمله في الكرونيك بيشنت. وادي الفرق ما بين الاكيوت رينال فيلر والكرونيك رينال فيلر. الجدول اللي تحت ده مهم قوي. الاكيوت رينال فيلر بيبقى عنده بروجريسيف رايزنج في البلاد يوريا نيتروجين كرياتينين. الكرونيك رينال فيلر بيبقى اليفيت ستيبل اليفيتد للستيبل اليفيتد ليفل اوف كرياتينين اند بلاد يوريا. نمرة 2 الاكيوت رينال فيلر بيبقى عنده هيستوري اوف اكيوت رينال انجري، بينما الكرونيك بيبقى عنده هيستوري اوف كرونيك كيدني انجري. الاكيوت رينال فيلر الجروس بيبقى نورمال جروس، في الكرونيك رينال فيلر بيبقى ستانتد جروس. البون في الاكيوت بيبقى رينال، في الكرونيك بيبقى في رينال اوستيودستروفي. اليورينري كاستس في الاكيوت ما بتبقاش موجوده، في الكرونيك بيبقى في يورينري كاست. الانيميا في الاكيوت بتبقى مايلد او مفيش، في الكرونيك بيبقى فيه يوجوالي سيفير انيميا ديو تو لاك اوف اريثروبويتين. الكيدني في السايز بتاعها نورمال او لارجد، في الكرونيك بتبقى سمول او اتروفيك. دي الفروقات المهمه ما بين الاكيوت كيدني انجري والكرونيك كيدني انجري. انا كده يعني خلصت الجزء الاول من محاضرة النهاردة اللي هو كان بيتكلم عن الأكيوت كيدني، بيتكلم عن البوليوريا وأسباب البوليوريا، وركزنا أن أسباب البوليوريا المهمة جدا جدا جدا. التو دايابيتيك تو تايبس اوف دايابيتس، دايابيتس ميليتس دايابيتس انسيبيدس، والفور كيدني انجري اللي هم الاكيوت كيدني انجري والكرونيك كيدني انجري والرينال تيوبلر اسيدوزس واليورينري تراكت انفكشن. وبعدين قلنا الالكترولايتس اللي هم الهايبو هايبر كالسيميا والهايبو ناتريميا، اسف الهايبو كاليميا. الهايبركالسيميا والهايبوكاليميا، وبعدين اخر حاجه الميس يوز اوف دايوريتكس. دي كانت اسباب البوليوريا، وخرجنا منها الاكيوت رينال فيلر او اكيوت كيدني انجري الاسم الجديد، وكلمنا عن الاكيوت كيدني انجري والديفينيشن والايتيولوجي بتاعها، وقلنا الكلينيكال مانيفيستيشن تعتمد على السبب، وشرحنا ليه يبقى موجود إديما، وليه موجود هايبرتنشن، وليه موجود يبقى في أنيميا، وليه يبقى موجود امبيرمنت للليفل اوف كونشسنس. كل دي شرحنا ليه تبقى موجوده وايه سببها، وقلنا الانفستيجيشن، وقلنا ان دي استامبا في كل الكيدني انجري لازم نعمل ذيس انفستيجيشن. وخدنا اليورين انديسز للتفرقه ما بين البريرينال والانترنسيك كيدني انجري، وقلنا التريتمنت هو ميلي سبورتيف بالاضافه الى النيوتريشن، و بالاضافه الى الدياليسيس، والانديكيشن بتاعه الدياليسيس واضحه جدا جدا، وبعدين السيرجيكال انترفينشن بالنسبه للاكيوت كيدني انجري. بعد ما خلصنا الاكيوت كيدني انجري دخلنا في الكرونيك كيدني انجري ديفينيشن وستيجز واسباب بتاعه الكرونيك كيدني انجري والمانيفيستيشن، والفرق ما بين وما بين المانيفيستيشن بتاعه الاكيوت كيدني انجري، والانفستيجيشن هي ذا سيم، والتريتمنت هو ذا سيم بالاضافه الى الرينال ترانسبلانتيشن في حالات الكرونيك كيدني انجري، خصوصا لو كان الطفل عمره اكثر من 5 سنوات.
ده كان والفرق ما بين ده كان كلامنا الأساسي عن الجزء الأول من المحاضرة. ناقص لنا دقيقتين. حد له أي سؤال يا أولاد؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب الدقيقتين اللي باقيين هناخدهم، ناخد سريعا كده مقدمه للدايابيتس انسيبيدس، لما يقطعوا علينا هناخد ريست 10 دقايق وبعدين نكمل ان شاء الله. الدايابيتس انسيبيدس هو عباره عن كديفينيشن ان ability to produce concentrated urine. ان ability to produce concentrated urine. ليه؟ ايه السبب؟ ليه مش قادر تطلع concentrated urine؟ نمبر 1 ده احتمال يكون سببه decrease production للانتي diuretic هرمون، decrease production of anti diuretic هرمون، وده نسميه central diabetes insipidus. او يكون في lack of response of the kidney للانتي diuretic هرمون، نسميه nephrogenic diabetes insipidus. يبقى اذا الدايبيتس انسيبيدس اللي هو inability to produce concentrated urine ممكن يكون سببه حاجه من اثنين، اما decrease production للانتي diuretic هرمون سميه central diabetes insipidus، او lack of response of the kidney للانتي diuretic هرمون سميه nephrogenic diabetes insipidus. الكوزز بقى طبعا لو كان central diabetes insipidus هيبقى في البيتيوتري جلاند، زي ان يكون destructive lesion زي head injury, pituitary tumor, hemorrhage, infection، او ان يكون idiopathic، او يكون drugs زي الالكول. يبقى السنتر diabetes insipidus لو قلنا السبب بتاعه ايه هيبقى pituitary gland problem. النيفروجينيك هيبقى سببه ايضا kidney، برضه هيديتي كوز ومعاه كدني اوبستراكتيف يوروباسي، انترستيشن نيفرايتس، كرونيك بايلو نيفرايتس، سيكل سيل ديزيز، كرونيك كدني انجري، هايبوكاليميا اند هايبركالسيميا اللي كانوا بيعملوا بوليوري، ودراج زي الليثيوم مهم جدا هذا الدراج. يبقى دلوقتي خدنا من الدايبيتس انسيبيدس الديفينيشن بتاعه وخدنا الاسباب.